It's not your typical TikTok video. These children are living in a refugee camp in Syria. 10 years after the civil war started, there are still 1.4 million people living in camps in the north, largely forgotten by the outside world. Activist Kusai Shabib is trying to change that with images that he posts on his TikTok account. أنا بشوفه بتطبيق كثير ناجح وسريع لنشر الفيديوهات. نحن راح نتخذ أي وسيلة لحتى ننشر عن ظروف وحياة شعبنا في سوريا. في كثير ناس من النازحين لما شافوا فترة النزوح طويلة صاروا يعملوا بيوت من الحجر اللي موجود ضمن الأراضي اللي احنا موجودين فيها إذا كان متوفر. الجلال والجلال. يعملوا بس جدران ويعملوا سقف بسيط، السقف هو نوع من البلاستيك لحتى يخففوا من معاناة عائلاتهم وأولادهم. ليش هنا نايم؟ للشو ما ينام جوا. طيب هنا على باب التواليت؟ ايش الزاوية؟ كثير مخيمات عم شوفها، مثل المخيم اللي صورت فيه مخيم حلب لبيه، وهي الشبكة اللي كانت منشأة ضمن المخيم غير كافية لتصريف مياه الصرف الصحي، فالناس صارت تضطر انه تعمل حفرة صغيرة جنب الخيمة وتنقل مياه الصرف يدويا باتجاه اماكن بعيدة عن الخيمة. طبعا صار في عندنا كثير حرائق مؤخرا للاسف، قامت احدى الجمعيات الخيريه باجراء تدريبات للنازحين لحتى يكونوا جاهزين لاطفاء اي حريق محتمل. كثير عندنا مخيمات بالنسبه للتعليم فيها هو عم يتم داخل خيم بسبب قله المدارس وعدد الطلاب الكبير والتلاميذ بالمخيمات. شفت كثير مدارس بدون مقاعد حتى بدون سبورة، مدرسين في كثير منهم عم يدرسوا بشكل تطوعي وبشكل مجاني بالكامل. والجمال والسنة.